خيم راية الشهيد فعالياته في محافظة اللاذقية بتقديم فقرات فنية غنائية ولوحات راقصة تعبر عن الاعتزاز بالوطن وبطولات الجيش العربي السوري، إضافة إلى رسومات وأعمال فنية يدوية من وحي الطبيعة تحاكي وتجسد محبة أبناء سوريا لوطنهم وتؤكد تمسكهم به. بكل سنة بهذا الوقت من 10 ل 20 آب بنعمل مخيم كشفي، وبتعلموا مهارات حياتية، بتعلموا التعامل مع بعض أول شيء، بعدين مع الطبيعة، مع بتعلموا موسيقى ورسم. هو برنامج دعم نفسي عن طريق الفنون. أهم شيء بالنسبة لنا هو المخيم السنوي يلي بيشتمل على مجموعة من النشاطات، يعني ما أنه فقط هو مخيم ترفيهي بالمعنى الكلمة، في أمور تانية مثلا عنا قضية الدعم النفسي، في عنا تعليم قضية التدوير الأشياء، في تعليم الموسيقى، الرسم، إذا اكتشفنا بعض المواهب ممكن نهتم فيها، محاولة إنشاء جيل جديد، يعني هدول الأجبال اللي فقدوا آبائهم قدموا دماءهم مشاننا، أقل شيء أنه فينا نكون فيه هو نعطيهم نوع من الرعاية فيهم هن يوقفوا على إجريهم ونشكل مجموعة جديدة تبني بلدنا اللي هو اسمه سوريا. شكرا لكل من ساهم بهالمشروع، شكرا لكل إنسان لو قدم عبارة عن كلمة صغيرة بهالمشروع هذا، بس نحن نزرع ابتسام للأطفال، إن شاء الله هن أطفال المستقبل، إن شاء الله هن سوريا الجديدة. المشاركون في المخيم من أبناء الشهداء عبروا عن اعتزازهم بشهادة آبائهم الذين ضحوا بدمائهم كرمى عيون الوطن، فكانوا على مستوى المسؤولية الوطنية معاهدين المضي على مسيرة آبائهم في الدفاع عن وطنهم والذود عنه. أنا مفتخر أولاً بإني بنت شهيد، وتاني فخر لإلي إنه أنا بنتسب لجمعية راية الشهيد، الجمعية اللي بترعى أسر الشهداء وأبناء الشهداء واللي بترفهم كل صيف، وتقريباً نحن على مدى السنة تقريباً شي 5 مرات عم نكون مع الأولاد، وإلي الشرف. كل الشهداء ضحوا كرمال الوطن وكرمال سوريا. نشاطات فنية وفعاليات كشفية وبرامج دعم اجتماعي ونفسي ضمت وبكثير من الحب بناتي وأبناء من ضحوا بدمائهم لتبقى سوريا عزيزة أبية شامخة.